مشاهدينا، مثل ما وعدناكم قبل كم يوم كان ضيفتنا سارة دمشقية، كلمتنا أكثر عن الدايت ومحبين الدايت والناس اللي تحب تحافظ على رشاقتها. اليوم ضيفتنا سارة دمشقية راح تكلمنا أكثر عن أسرار الرشاقة وشلون نختار أكلنا بطريقة صحية ولذيذة. يا هلا ومرحبا فيك بليالي الكويت. أهلا فيك، تسلمي. ثانك يو. مرحبا بأخصائية تغذية سارة دمشقية من دايت كير. أنا فيكي. اليوم متشوقة أعرف أكثر عن تجربة زميلنا سعود شيمان، ما ندري ضعف ولا لا. ما شاء الله عليه ضعف. نبي كل أسرار، نبي كل أسرار. كم ضعف؟ أنا شايفته خاق شوية. هو ضعفان، صار له فترة سعود مع دايت كير، ضعفان منيح وهلا حيرجع لأنه عنده كم كيلو متحدي المخرج سعود. كم كيلو؟ هو هلا يلي اليوم طلع معنا، اليوم إجا سعود على العيادة لحتى نشوف شو لازم ينحف، لأنه كان سعود حاط بباله بده ينحف 10 كيلو. واو. وأنا كنت ضد هالموضوع. فبالماشينة اللي عملناها بيّن أنه سعود لازم يتعف بس 5 كيلو، ما بده أكثر من هيك. عندكم هذه الماشين اللي تسوي الأناليسيس؟ إيه، فول بادي أناليسيس، تعطي كل تركيبة الجسم، شو موجود بالجسم، نسبة الدهون، نسبة العضل، نسبة المي، وكمان كم سعرة حرارية بيحرق الجسم موجودة عندنا. حتى هذه الماشين بعد ممكن تعطي اللي هو العمر الحقيقي وال إيه، عمر الجسم، عمر صحيح. الجسم كم هو، بتكوني يعني الأشخاص الصحيين بيكون عمر الجسم نفس عمرهم أو يمكن أصغر بشوي. الأشخاص يلي مش كتير صحيين بيكون عمر الجسم أكبر من عمرهم. أو سارة، أنت متابعة سعود؟ أنا متابعة بالتغذية. شلون قنعتي إنه ما لازم يضعف 10؟ خبصر عود بعدين ضعيف وايد. ما هو ضعيف كمان، هي مش قصة تقنعي، يعني هو لما يكون عند أخصائية التغذية لازم يكون في شوية ثقة بالحكي تبع الأخصائية، وكمان غير أنه يعني ورجيته بالبادي أناليسز يلي عملناها أنه 10 كيلو استومات، يعني حيصير خيالي. ما لخبط يعني على البروجرام اللي عطيتيها؟ ما لخبط، قام يزعبر شوي يعني قاعد يختار شيء. أكيد في لخبطة طبيعي، بس سعود من لما بيلتزم بيلتزم، يعني لما يحط بباله انه بده يعمل دايت ويلتزم، لا صراحه بيلتزم، بخربط شوي يعني بيمرقه. دام يبتي طار الخربطه واللي لخبطون بالاكل. الحين كثير من الناس يومكم يمكن اللي عندهم اوبيسيتي زايده. نعم. اكثر يعني مو بالافرج الطبيعي. نعم. اللي عندهم سمنه زايده ممكن يوصلون مرحله انه يوقف وزنهم ويعانون، يعني طبيعي. انا يمكن شخصيا عانيت، وصلت مرحله وزني ما ينزل طبيعي مع اني التزم. ذكرتي قبل الهواء ان it's something psychological، يمكن دورك كاخصائيه تغذيه في دايت كير تساعدونا ليوقف وزنه؟ هلا شوفي، نحن بدايت كير ولكل اخصائيين التغذيه، الدايت از لايف ستايل، يعني نحن كمان لازم نعرف نفهم على جسمنا، نعرف شو اللي بيناسب جسمنا وشو اللي ما بيناسبه. اغلبيه الناس لحتى يتركوا حالهم انه يزيد وزنهم، في عندنا كذا سبب اكيد. اول شيء يمكن ما بيعرفوا طبيعه الاكل اللي عم ياكلوها اذا صح او غلط، وما بيعرفوا الكميات اللي بتناسب جسمهم، فهون بيجي دور اخصائيين التغذيه لحتى يعلموا الاشخاص، شوي ادوكيتورز لحتى يعلموا الاشخاص شو اللي بيناسب جسمهم وشو اللي ما بيناسب جسمهم. ثاني شيء، الاشخاص يلي بتكون سمنتها زايده مثل ما قلتي، يعني في كثير امرار بتتدخل انه حبهم لذاتهم، حبهم لنفسهم، مثل في بيكون في دائما، مش دائما، بيكون كثير في مشاكل امرارا بتكون نفسيه، يمكن كمان مشاكل صحيه، فهون دور اخصائيين التغذيه بمتابعه الاشخاص وتامين النصائح يلي بتناسب كل شخص. في ناس بتناسب نصائح فيري تاكتيكال انه انت بدك تاكل هيك، يعني حتى في ناس للكبار يعني الاشخاص البالغين. نعم. لكن تعرفين مثلا على حسب الاحصائيات اللي صارت بينت ان بالكويت او الكويت تعتبر الاولى خليجيا من ناحيه الاطفال. بالضبط. فتتخيلين يعني الاطفال هالسنه هذه المنتشره. نعم. شلون ممكن تقدرون يعني تقنعون هالطفل انه يمشي على البروجرام؟ صحيح. لان خاصه الام يعني صعب عليها انها تختار الاكل حقهم. الام كثير بتلعب بدور سمنه الاطفال، يعني لانه الاولاد، في نحن عندنا دور الاهل بسمنه الاطفال وعندنا دور المجتمع. يعني اكيد يمكن لما بيشوفوا بين رفقاتهم انه عم ياكلوا الاشياء الفاست فود، الشيبس، الشوكليت، حياكلوا منهم. بس كمان هون بيلعب دور الام، حتى انه حتى لو مثلا اكل مع رفقاته او بالمدرسه، يكون دور الام انها هي بالبيت عم تعطيه اكل صحي. فدائما سمنه الاطفال لازم تكون الام واعيه، يعني في كثير اطفال حرام بينظلموا لانه الام ما بتكون عارفين، الوالده او الوالد ما بيكونوا عارفين انه مثلا هيدا شيء صحي هيدا شيء مش صحي. فكثير بناخذ من الوقت انه
نقعد مع الأهل ونشرح لهم شو اللي لازم ياخده الولد. وكمان في دايما مع الأولاد أمرارا بيكون خصوصا تينيجرز بيكون أو يلي بعد 12-13 سنة بيكون في يمكن عم ضد اهلهم انه أيه. بيكون في شيء لانه مثلا والدته قالت له انحافوا بصير ما بده ينحاف يبي يثبت استقلاليته اكثر. أيوة. يعني يمكن هذه صار من الاخطاء الشائعه ان الاهل وتجاوب الاهل مع الطفل في هالشيء. انا بنعرف اللي يسوي حميه معينه او يلتزم فيها. شنو الاخطاء الشائعه اللي ممكن يقع فيها من غير ما هو يدري؟ صحيح، امرارا مثل ما قلتي انه في اشياء بتثبت الوزن مثل ما قلتي حضرتك. يعني معقول الناس يلي بتكتر فور اكزامبل قهوه وشاي لانه بيقولوا انه نحن ما بدنا ناكل وجبه فبنشرب نسكافيه وقهوه وشاي. القهوه تزيد الحرق، هو بتزيد الحرق اذا كانت بكميه معينه. بس اذا نحن كترنا قهوه هي ما بتزيد الميتابوليزم بس انه بتخلي الجسم يشتغل لانه فيها كافيين حيشغل الجسم بس ما حيزود الحرق. بس اذا نحن كترنا قهوه وشاي يلي بمعدل اكثر من 3 أو 4 كبايات يوميا يلي رح يصير انه حيعلى عن بجسمنا هرمون الانسولين فحيخلينا الواحد يحب الحلويات اكثر. صح، حيتشهى على الحلو اكثر وحيصير يخزن دهون اكثر. فمن الاخطاء عشان كذي صرنا منتشره بالكويت شاي وقهوه. كل العزايم شاي وقهوه، اكيد الحلويات يمها طبعا. صحيح، فقاعد تزيد السمنه بالكويت اكثر واكثر. لكن شلون تقدرين تعملين انت كنترول على هالشيء وتقنعين يعني المراجعين عندك يعني شوفي هو كذا شغله كمان. نحن عفوا لا تنسين انت عندنا بالمجتمع الكويتي في الزوارات. صحيح، يعني يروحون الزواره يجيبوا يعني الاطباق الحلوه، هذه جايبه طبق حلو، هذه حلو، هاي حلو، هذه صحيح. يعني شو تقدر تسوي كنترول؟ انا شخصيا ضد الحرمان. يعني انا ما بحب انه حدا اجى عمل رجيم يعني انحرم، يعني بطل في عنده سوشيال لايف، بطل فيه ينعزم، بطل عنده احتياجات اجتماعيه، يعني بطل فيه ينعزم، بطل فيه يروح. مشان هيك نحن كاخصائي تغذية وخصوصا مع برامج دايت كير، بأي برنامج أي شخص بيشترك فيه في متابعة إذا مش أسبوعية كل أسبوعين مع أخصائيين تغذية لحتى نوصل للنتيجة اللي بدنا إياها، ولحتى الشخص يطلع من عنا عارفين شو اللي بيناسبه وشو اللي ما بيناسبه. يعني مثلا إذا أنت عاملة رجيم كل الأسبوع ومنتبهة ومحافظة وعم تروحي وعم تعملي رياضة، رحتي على زوارة كان في حلو، إذا أخذتي قطعة حلو أكيد ما رح تخرب الرجيم. أكيد. يعني فأنت بس لازم تعرفي تعلمينا أنت أكثر إنه شلون يعمل كنترول ويقدر يسيطر على شهيته وتعرفي شو تختاري من الحلو. يعني مثلا يتذوق من كل شيء. يعني الطريقة اللي أنتم مسوينها في دايت كير إن الوجبة اللي عنده يلتزم فيها وخلاص ويلتزم يتبع معاكم التعليمات. كل الشكر لك أخصائية تغذية سارة دمشقية من دايت كير، ورح ننتظر نتائج أكثر على زميلنا سعود. أكيد رح نشوف زميلنا سعود، ما يمكن نحط له ميزان هني بالاستوديو لازم نجيبه على الهواء، رح نوزنه ونعطيك النتيجة. رح نقول لك ناديك أنت وسعود ونوزنكم على الهواء، نوزن سعود على الهواء وقدامك يقول إذا خربط ولا لا. لازم. شكرا لك سارة، شكرا على هالنصائح. تسلمي، ثانك يو. مشاهدينا طبعا احنا الحين وصلنا لفقرة الاكشن، طبعا فقرة زميلنا الشقي الشقي عبد الله طراح وضيفة منو ضيفة؟ محمد الصيرفي. يعني حلقة نارية، تابعها مشاهدينا.